طوال ملف كنتي فين غتقولي وانا دابا تنتا سيدنا الله يسرو انا سيدنا بغيت ياخذ حقي وحق ولادي انا بغيت سيدنا ياخذ حقي وحق ولادي انا بغيت سيدنا ياخذ حقي وحق ولادي وتنطالب عبد الله باوي عندك شي ورقه ديالو وعندي غنوريكم كلشي تدريجيان كاين فداء في هذه القضيه كاين فداء غادي من بعد وغنقول لكم حتى الشرطه القضائيه شنو دارت لي مع راجلي وشنو سناتو ولكن هذا الشيء مازال مسيره طويله وانا دابا تنشد سيدنا من هذا المنبر تنشد سيدنا من هذا المنبر لانه راه يتم لي ولادي لان بوانو يتم لي ولادي على ود صاحبتهم مريم الخطابي على ود مريم الخطابي هذا الشيء كله نايض كيفاش صاحبتو باش على لا صافي ما عندها ما تسرح عليك دابا باش الملف هذا ما تسرح عليك دابا اش تسرح عليك هادي على ستي راه مطفى ما عندها ما تسرح عليك دابا ماشي مشكله استاذ سالم انا ترشحوا لنا شو كطالبوا ودابا حاليا هل قال لك واش الناس قال لي الوكيل العام راهم في التحقيق وقال لك راهم مرشحين روسهم يقبضوا المناصب هل هذا يعقل ها هادشي كاين وخدا جميع تعسفات على راجلي قطع ليه المنطا قطع ليه خرج ودا ليه توقف حتى سكت ليه القلب وحتى قتلوا ليا وانا تنطالب سيدنا ياخذ لي حقي اخر مره هضرت مع انا دابا تنطالب سيدنا ياخذ لي حقي ومن هذا المنبر الاعلامي ها سيدنا الله ينصر سيدنا حنا نتفقوا معك الله ينصر سيدنا نتفقوا معك خطوه بخطوه الله ينصر سيدنا وراه سيدنا مع الضعفاء وسيدنا مع المظلومين وسيدنا مع المظلومين وسيدنا ما غيتخلاش عليا وسيدنا راه ما غيتخلاش عليا وعلى وليداتي وانا متاكده سيدنا غيقبل لي حقي وانا متاكده ان سيدنا غيقبل لي حقي وباقي غادي ندير عاوتاني رساله للسي الحموشي وباقي غادي ندير لكم عاوتاني سي الحموشي بوحدو والسي عبد الله باوي بوحدو جاك 20% تقل من 80 قال هذا السيد اللي هو من الجامع الحضري ديال العاصمه الاسماعيليه حضرنا هنا كجسم صحفي وكجمعوي وراكم سمعنا الزوجه ديالو اللي كت بحرقه كتهضر على الزوج ديالها اللي توفى وكتقول بان الحصره ديالو واحد القضيه هذه القضيه دي ديال الراي العام الان غادي تشغل الراي العام هذه القضيه غادي تكون قضيه ديالنا كاملين اليوم اليوم هذه القضيه هذه غادي نحاولوا اننا نديروا حتى حنا عليها اماطه الالتزام كجمعويين وكفاعلين يعني وكاعلاميين مشكل كبير وقع في الجماعه الحضريه خصوصا فيما يخص الجبايات ديالها كنتمنى ان هذه السيده هذه تعرف السبب الحقيقي اللي على الزوج ديالها توفى لان راه كتبقى تقول بان مات بالفقصه ديالو يمكنش ان السيد الرئيس ديال الجامعه البلديه السيد بوانو غادي ما يكونش عنده كذلك يد في هذا الشيء هذا هو لانه هو كيبقى رئيس ديال الجامعه الحضريه ما يمكنش ان غادي نضحيو بواحد الموظف وغادي نخليو الرؤوس الاخرى لذلك حنا كنطلبوا من السلطات المحليه كنطلبوا من القضاء ديال المملكه المغربيه ونصف هذه السيده ونصف هذه السيده اللي الان راه في المتوى ديال الاخير ديالو ونصفنا نحن كذلك كمكناسيين لان الفلوس اللي كانت كتهز من هذيك الجبايات راه خاصه بالمكناسيين والله ما تنظنش بان هذا الرجل هذا الله يرحمه ويوسع عليه غادي يكون كبش فداء في هذه القضيه هذه ويتبع ان شاء الله.